Follow the page on Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. Thank you, doctors. وجود بوست اوبرتيف بين بعد اي اندودونتيك تريتمنت حاجه طبيعيه جدا، ولكن الشطاره انك تقدر تقللها قدر الامكان. ليه؟ لان ببساطه ده بيكون ليه تاثير ايجابي على البيشنت، انه بيطلع من عندك والله تسلم ايدك يا دكتور ما حسيتش باي حاجه. وللاسف احنا البيشنت عندنا بيتقسم لنوعين اتنين، نوع اول جاي لك بالم وده اي حاجه هتعملها معاه هيتريحه، يعني فكره ان انت بس يجي يسلم عليك كده هيرتاح. والنوع الثاني هو جاي لك من غير الم، كرونيك بقى، نيكروتيك، انتشنال بالب اكسبوجر، اي حاجه من الحاجات دي، بمجرد ما بتمد ايدك فيها بيبقى فرصه ان في بين بعد الاندو اللي انت هتعمله او اي تريتمنت انت هتعمله هتبقى عاليه. وعشان كده في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن شويه نقط تاخد بالك منهم يقللوا البوست اوبرتيف بين. اول نقطه فيهم الفايل اللي انت بتشتغل بيه او السيستم اللي انت بتشتغل بيه، التيبر بتاعه اخباره ايه. مؤخرا شركات كتيرة جدا ابتدت تتجه ناحية انه انا عايزك تشتغل او تعمل الميكانيكال بفايل واحد بس او تو فايلز، وده كان بيأثر بالشكل انه بيخلي الشركات تزود التيبر بتاع الفايل، فيبقى فايل واحد مثلا بس التيبر بتاعه عالي، وان التيبر بتاعه عالي الكاتنج افشنسي بتاعته بتعلى ككاتنج، كانه بيقطع بقى اكتر. طب ما دي حاجة حلوة، ولكن بتنعكس علينا في ايه؟ ان كل الدنتن ديبرز اللي انت عمال بتقطعها دي انت مش عارف تطلعها للكرونال بار. ليه؟ لان التيبر العالي بتاع الفايل خلى الفايل نفسه يقفل الكرونال بارت من الكنال نفسها، خلى الفايل يقفل الاورفيس، فبالتالي انت الفايل قافل الدنيا فوق عند الكرونال بارت وتحت عمال بيقطع والدنتن ديبرز ما تلاقيش مكان تطلع منه، فيحصل ايه؟ الدنتن ديبرز يحصل لها باكينج وتبتدي تطلع بياند الايبكس، تعمل لك بوست اوبرتيف بين انت في غنى عنه. ليه؟ لان الدنتن ديبرز دي مش بتطلع لوحدها، دي بتطلع هي وبكتيريا. طب حل حاجه زي دي ايه؟ استخدم سيستم يكون اكتر من فايل مثلا، ما تحاولش انك توصل بالروتري فايل من اول مره تدخل سنجل ستروك، لا انا عايزك تاخد كذا ستروك علشان توصل للطول، والمقصود بيه ان انت تدخل وتطلع اريجيشن بيتنسي فايل، ترجع تخش تاني اريجيشن بيتنسي فايل وهكذا، ان ده هيحقق لك اقل بوست اوبرتيف بين بقدر الامكان. تاني نقطه الطول اللي انت بتشتغل عليه، انت ممكن بكل بساطه تاخد الطول في دقيقتين او في 10 دقائق او في نص ساعه، ولكن المشكله مش في قد ايه انت بتاخد وقت عشان تحدد الطول اللي انت هتشتغل عليه، قد ما قد ايه انت بتقدر تمنتين الطول اللي انت شغال عليه، تقدر تحافظ على الطول اللي انت شغال عليه. ليه؟ لان ببساطه ممكن تتصدم لسبب ما ان انت بقيت اقصر من الطول اللي انت شغال عليه او اطول من الطول اللي انت شغال عليه، وفي الحالتين فرصه ان يكون عندك بوست اوبرتيف بين عاليه جدا. ليه؟ لان لو انت شغال على طول اقل انت بتعمل ليدج اول اراوند، وفي نفس الوقت الجزء اللي انت ما عملتلوش ميكانيكال في الكنال نفسه ده كل الدنتن ديبرز اللي انت عمال بتقطعها بتتجمع في المنطقه دي في الجزء ده، فبالتالي لما بتيجي تعالج الليدج وتطلع كل الدنتن ديبرز دي في جزء بيعدي بياند الايبكس وبيعمل لك بوست اوبرتيف بين. والجزء الثاني ان انت لو شغال على طول اطول من الطول اللي المفروض تشتغل عليه، انت مش محتاج اقول لك ان انت بتقطع في البريبيكال تيشوز، فانت مش محتاج اقول لك ان هيبقى معاك بوست اوبرتيف بين. حل حاجه زي دي ايه؟ انك تقدر تحافظ على الطول. طب ايه الحاجات اللي اخد بالي منها عشان احافظ على الطول؟ ثلاث حاجات. اول حاجه تحقق ريفرنس بوينت محترمه، يعني يبقى عندك حاجه واضحه، اه دي ريفرنس بوينت واضحه وجميله، اي دكتور ماشي في الشارع يشوفها يقول اكيد اكيد الدكتور كان واخد دي ريفرنس بوينت، لكن حاجات رفيعه كده مش باينه خط مايل مش هين ماشي. ثاني نقطه انك عينك تبقى شايفه الريفرنس بوينت بتاعتك والرابر ستوبر بتوعك، يعني ما ينفعش ابقى شغال وماسك الفايل كده وبص عليه من فوق، ما ينفعش، لازم ابقى شايف الرابر ستوبر، يعني لو الرابر ستوبر هنا في الجنب ابقى شايفها وهي داخله كده، سواء بس استخدمت ميرور، استخدمت لفيت راس العيان عشان تبقى شايفه، انت لفيت راسك عشان تبقى شايف الفايل وهو داخل وطالع، تبقى شايف الريفرنس بوينت والرابر ستوبر، لكن فكره ان انت باصص عليها من فوق مش هتشوف حاجه، هتبقى الصوره بالنسبه لك ثنائيه الابعاد، الا بقى لو بتحرك راسك كل شويه عشان تخلي الصوره ثلاثيه الابعاد بالنسبه لك، تمام؟ والنقطة الأخيرة إنك خلي المسطرة اللي أنت شغال بيها أو نوع المساطر اللي عندك في العيادة يبقى كله نوع واحد. ليه؟ لأن الفرق ما بين كل مسطرة والتانية بقى في الطباعة، في الكتابة، في الحفر، كل ده بيفرق، طبعًا أقصد حفر التدريجات بتاعة المسطرة، ده كله بيفرق معاك في ملي، نص ملي، ده بيأثر عليه، ده بيكون ليه تأثير عليه، وعلاج مشكلة إن الطول بتاعك مش مظبوط دي متعبة، خصوصًا بعد ما بدأت ميكانيكال، يعني الإيبكس والكيتر مش هيديك قراية كويسة زي ما كان في الاول وانت لسه ما عملتش ميكانيكا. تالت نقطه موضوع الاريجيشن، الاندو اريجيشن نيدل اللي مهما اتكلمنا عنها محدش بيجيبها برضه. ايه قصه الاندو اريجيشن نيدل؟ احنا مبدئيا كده عملنا فيديو قبل كده على اندو اريجيشن نيدل، دخلنا نيدل جوه نيدل، دخلنا الاندو اريجيشن نيدل جوه النيدل بتاعت البلاستيك سيرنج ال 3 سم اللي معظم الدكاتره بيستخدموها. باختصار تاني ايه ميزه الاندو اريجيشن نيدل؟ انها رفيعه وسايد فينتد، يعني مفتوحه من الجناب، فبالتالي بتقدر تحط فيها رابر ستوبر وتظبطها على اقل من الطول اللي انت شغال عليه بملي او 2 ملي،
وبتقدر تدخل بعد ما بتعمل جلايد باث، تدخل بالنيدل وبتوصل للطول حرفيا. ميزتها في ايه بقى؟ ان انت مهما ضغطت عليها عمر الارجنت سوليوشن ما هيطلع منها بالشكل اللي يعدي بياند الايبكس فيعمل لك بوست اوبرتيف بين. ومش شرط ان الارجنت سوليوشن عشان يطلع بياند الايبكس يعمل لك صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، لا مش شرط، بس هيعمل لك بوست اوبرتيف بين. دي اول نقطة. تاني نقطة، الارجن سوليوشن اللي بيطلع من النيدل نفسها وهي واصلة للابيكال بارت اقل من الطول بملي او 2 ملي، بياخد كل الدنتن ديبريز اللي تحت دي ويطلع بيها لفوق للكرونال بارت، يعني كل ده بيتسحب ويطلع لفوق، عكس النيدل بتاعت البلاستيك سيرنج اللي هي بتبقى مفتوحة اند اوبننج. مالها دي؟ دي لما بتحطها هي اولا بتتحشر في الكنال نفسها، ما بيبقاش في سبيس يطلع منه الارجن سوليوشن، وفي نفس الوقت هي عمالة بتبوش اكتر الدنتن ديبريز ايبيكالي، يعني انت البريشر اللي طالع الفيضان اللي طالع التيار بتاع الارجن سوليوشن بيزق الدنتن ديبريز ايبيكالي، فانت كده بتزق اكتر انه وبتزود فرصة انه يطلع دنتن ديبريز وارجن سوليوشن بياند الايبكس ويعمل لك بوست اوبرتيف بين، فبعد اذنك تستخدم اندو اريجيشن نيد. رابع نقطة، موضوع البيتنسي. يعني ايه بيتنسي؟ يعني تتأكد ان الكنال بتاعتك بيتنت. ده بنعمله ازاي؟ بالبيتنسي فايل. طب ايه هما البيتنسي فايل؟ 6-8-10، خلينا نقول فايل 10، بتظبطه على الطول اللي انت قسته اطول منه بنص لواحد ملي. هدفه ده ايه؟ انه يعدي بياند الابيكال كونستريكشن ويأكد لك ان الكنال بتاعتك بيتنت، يعني سالكه، يعني هاويه، يعني ما بيحصلش باكينج للدبرز. وخلينا متفقين كده ما ينفعش انك بتعمل بيتنسي ما بين كل 15 فايل بيدخل الكنال، لا انت ما بين كل فايل والتاني، او لا ثانيه واحده، انت ما بين كل فايل بيدخل يطلع تعمل اريجيشن في بيتنسي فايل بيدخل. فايل 10 ده لما بيدخل بيمشي على الوولز بيحرك اي دنتن ديبريز متعلقه على الوولز نفسها، فلما بتيجي بعدها تعمل اريجيشن كل الدنتن ديبريز دي بتطلع معاك. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان فايل 10 ده هو ماشي على الوول بيحسسك اذا كان في اي ايريجولاريتيز، في ليدج ابتدى يتكون فتلحق نفسك. دي حاجه عظيمه جدا. السكسس ريت بتاع الكيسز اللي انت بتعملها وبتعمل فيها بيتنسي على طول بتتاكد ان الكنال بتاعتك بيتنت، السكسس ريت بتاعها بيبقى اعلى والبوست اوبرتيف بين بتاعها بيبقى اقل، لان انت بتمنع ان يحصل باكينج للدنتن ديبريز، فيجي الفايل اللي بعده يزق الديبريز، وكل فايل يزق الديبريز بتاعت الفايل اللي قبله. خامس نقطه، موضوع الدراينس. نقطه تافهه جدا عبيطه جدا، لكن في دكاتره كتيره جدا بتنساها، موضوع انك تعمل دراينس للكنال، بمعنى انك تمسك البيبر بوينت وتديها وقتها في انها تتشرب الارجن سوليوشن اللي موجود جوه الكنال نفسه، خصوصا لو حاجه زي الصوديوم هايبوكلورايد اللي ممكن ياثر على السيتنج بتاع السيلر بتاعك. يعني انت ممكن تبقى عامل ميكس حلو قوي بس اتأثر بالارجن سوليوشن اللي موجود جوه الكنال نفسها، تمام؟ دي نقطة. النقطة التانية، ان وانت بتعمل اوبتيوريشن الارجن سوليوشن ده ممكن ما يلاقيش مكان فيتزق ويطلع للابيكال بارت فيعمل لك بوست اوبرتيف بين انت في غنى عنه. واخيرا، ما تستخدمش مضادات حيوية لانها مش بتقلل البوست اوبرتيف بين، فبعد اذنك ما تكتبش مضادات حيوية، تمام؟ بس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ادعوا لي دعوة بظهر الغيب، لو عندك اي اسئلة اكتبوها تحت في الكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. Follow the page on Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. Thank you, doctors.